قناه فلمون، يعطيكم رب العافيه. تكلمنا في الدرس الماضي عن conjunctions وهي اداه الربط او يعني هي عباره عن كلمه تقوم بربط الجمله او جملتين مع بعضها البعض حتى يكتمل المعنى. وتكلمنا عن الظروف الاساسيه والطرق استخدامها. بعد ذلك راح نتكلم عن interjections وهي عباره عن كلمه تعبر، هي كلمه تعبر عن sudden، شيء حدث مفاجئ، او strong feeling such as surprise او مفاجاه، او or pain ألم or pleasure يعني يعني. فهنا أكثر من كلمة تعبر عن لديها معنى معين. مثلا لما أقول oh dear جميل، أيضا cheers نخ يعني cheers نخبك، أو كلمة sh في واحد يتكلم تقول sh or ouch، هي لها معنى يعني ouch معنى تكلم عن إنسان لما يقول ouch ألم قاعد يتكلم عن الألم ouch يا إلهي. تمام، ايضا لوك اوت انتبه. فهنا بعض الكلمات تستخدم بحد ذاتها، ممكن تكون في نهايه الكلمه او تكون كلمه بحد ذاتها جميل، تكتب ولها معنى معين. فايضا يعني لا ننسى انه نستخدم اللي هي exclamation point اللي هي اداه التعجب، is often used after interjections. فهذه interjection باختصار